أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. يشرفني ويسعدني في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من لبى دعوة جمعية أطر جماعة الجديدة وساهم في إنجاح هذا اليوم التكريمي لعامل النظافة. هذا اللقاء الذي نعتبره يوما تاريخيا بالنسبة لساكنة مدينة الجديدة التي سنقدم لها اليوم أسطول النظافة الذي التزمت به شركة ديرشبور مازاغون في إطار اتفاقية التي أبرمتها مع المجلس الجماعي الجديد. كل الشكر الناس النظافة على خادم الناس سيدهم راهم تما هما ندير لكم فوق راسنا وسمحوا لنا إلا كنا كمواطنين ما كنحترموش القوانين. هذا اليوم الاحتفالي بعامل النظافة وفي هذا الإطار الجماعة دارت عرض ديال مختلف الآليات أو الأسطول اللي غتقدموا أو اللي غتخدم به شركة دريشبورغ هاد 7 سنوات. هذا الأسطول هو جديد يعني بمواصفات وتقنيات حديثة ومتطورة شيئا ما، وبالتالي أي حاجة من هذا الشيء كامل ما يمكنش تكون عند واحد النتيجة إلا ما كانش الإرادة حقيقية أولا ديال المجلس وديال جميع المكونات ديال المدينة أنهم ينجحوا هذه العملية ديال النظافة. ما يمكنش نحققوا أي إنجاز واي عمل يبان لنا على المستوى ديال المدينه الا ما كانش المتابعه جيده. النظافه والمحافظه على البيئه والمحافظه على نظافه المدينه هي ماشي مسؤوليه الجماعه بوحده او لا مسؤوليه المجتمع المدني، ولكن حتى الساكنه خاص الساكنه الدور ديالها ضروري ومهم في الحفاظ على النظافه ديال المدينه. مستقبلا ان شاء الله في هذه الايام القليله غادي نوزعوا واحد مجموعه من اللافتات اللي كتوضح شنو هي الاوقات المهمه اللي خاص الناس تخرج فيها النفايات ديالها، لان كيوقع واحد الاشكال واننا كنخرجوا النفايات في واحد الوقت اللي ربما كتكون الشاحنه دازت، وبالتالي خص يكون واحد الوقت مناسب. كتبين بان ديك الورقه او ديك النفايه الصغيره اللي كنلوحوها في الارض بانها بسيطه، ولكن راه وحده ورا وحده ورا وحده ورا وحده كتشكل واحد التعب وواحد المجهود لهذاك عامل النظافه اللي حنا كنلقبوه مع الاسف الزبال وكنلقبوا مول الزبل، مع انه هو يسمى بعامل نظافه وفي بعض الدول يسمى بمهندس النظافه، وحنا اللي مع الاسف اللي كنديروا الزبل وهو كيجمع الزبل. وبالتالي فرجاء لساكنه مدينه الجديده نتعاونوا كاملين مع هذه الفئه اللي هي ضروريه. اي واحد ممكن نصوروا انه ما يجوش، مسؤول كبير وزير برلماني رئيس جماعه يقدر يغيب نهار يومين سيمانه حتى شهر ما يوقع والو، ولكن الى غاب عامل النظافه يوم واحد كتبان النتيجه كتكون مؤسفه. على الشقاء الله يجعل ان شاء الله هذه الحياه الثانيه تكون مملوءه بالافراح والمسرات. حاجه غنبداو بها هي محاربه النقط السوداء باش ما تبقاش عندنا النقط السوداء. وملي كنهضر على النقط السوداء ما كنهضرش عليها انا كانسان او كمدير ديال شركه، كنهضر عليها كمواطن. بالنسبه للمواطن النقطه السوداء غير يسفي ان حاويه لعمرات بالنسبه للنقطه السوداء، اذا غادي نلعبوا على هذه النقط هادو باش على الاقل ما يبقاش داك الديبوردمون ديال الحاويات يكونوا للسيكتور كلهم كيتكوليكتاو في واحد الوقت بحيث الا مشى الكاميو يجي يلقى البركاسي الله عمرات. الساكنه انا كنشكر الساكنه على التعاون ديالها وكنطلبهم دائما يتعاونوا مع هذا العامل ديال النظافه ويخرجوا لنا الازبال في الوقت ويعاونونا في سميتو في المسائل ديالهم في لا سونسيبيزاسيون.
الناس تيجي لمدينه الجديده، نتمناو انها تكون في المستوى المطلوب ونكونوا حتى حنا في المستوى المطلوب. الحمد لله الوسائل موجوده، الاعتمادات موجوده، اذا شنو خصنا؟ حي على العمل. عامل من عمال النظافه، بديت من الاول في الشطابه وبقيت غادي كنخدم من نيتي وداك الشيء بالغط، وليت كنسوق شاحنه ديال الزبل، دوزت 26 عام في الخدمه مع الجماعه ومع الشركه. التكريم ديالي بسبب كمشاركه وكنشوفوا اصدقاء ونشوفوا نشجعوا بعضياتنا على العمل و... خرجوا ما تنسوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.